الخامسة من التلفزيون المصري. مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بك زميلتي فاطمة. أهلا بك عمر، أهلا وسهلا، تحية لحضراتكم. ونبدأ هذه النشرة بالعناوين. في تهنئته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب عن أمنياته لشعب العراق بالسلام والأمن. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مصر ترسل قافلة طبية إلى جنوب السودان لتقديم الخدمات الإغاثية للمتضررين جراء السيول والفيضانات. وفي أخبار الرياضة نتابع الليلة قمة بين قطر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب. الأنباء بالتفصيل من القاهرة. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أن العراق ومنذ تأسيسها عقب مؤتمر القاهرة عام 1921 تعد امتدادا لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمنياته لشعب العراق العظيم بالسلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائما زخرا للأمة العربية. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس أن الاحتفال بالعالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان يؤكد أهمية حقوق كل إنسان في إعادة بناء المجتمعات. وشددت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي على أن مصر استطاعت خلال الفترة الأخيرة ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة لكل المصريين وتحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات، مؤكدة أن أبناء مصر يستحقون الأفضل دائما. أعلنت وزارة الصحة إرسال قافلة طبية إلى دولة جنوب السودان لتقديم الخدمات الإغاثية في مختلف التخصصات للأشقاء بجنوب السودان المتضررين من تداعيات آثار السيول والفيضانات التي تجتاح البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن القافلة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم المستمر للأنظمة الصحية في الدول الإفريقية الشقيقة، موضحة أن القافلة التي انطلقت الأربعاء الماضي يستمر عملها في تقديم الخدمات الطبية للأشقاء بمدينة جوبا لمدة 10 أيام. كما كشفت وزارة الصحة عن إرسال قافلة طبية أخرى مماثلة إلى ولاية جونجيلي بجنوب السودان أوائل يناير المقبل، وذلك استمرارا للجسر الجوي بين دولتي مصر وجنوب السودان دعما للمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن فرض شروط جديدة على مستفيدي تكافل وكرامة حالة تحويل من بطاقات الصرف التقليدية إلى بطاقات الصرف ميزة. هذا وقد تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التضامن الاجتماعي التي شددت على أن الشروط التي تم الإعلان عنها مسبقا كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير. وأشارت الوزارة إلى أن خطوات تغيير بطاقة صرف تكافل وكرامة إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها المستفيد، ثم الحصول على بطاقة ميزة، وكذلك الحصول على خط محمول وي المجاني المخصص للمستفيد من أي منفذ توزيع وتفعيله، والحصول على الرقم السري وتفعيله من الإدارة الاجتماعية، على أن يستمر سريان بطاقة تكافل وكرامة كما هي إلى حين تفعيل بطاقة ميزة وتنشيطها للصرف، وذلك في محافظات المرحلة الثانية فقط وهي دمياط، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، إضافة إلى المنوفية، القليوبية، بني سويف والفيوم. تختتم اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي في نسخته الثانية، وقد حظي المنتدى بمشاركة واسعة من كبريات الجامعات الأجنبية فضلا عن الجامعات المصرية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر انعقاد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل. محمود، بعد مساء الخير، ضاعنا في جديد المشهد لديك.
نعم، بعد التحية عمرو، مستمرون معكم في نقل وقائع وفعاليات المنتدى الثاني، المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي، والذي استمرت فعالياته على مدى 3 أيام، شهد خلالها العديد من الجلسات وورش العمل والفعاليات التي ناقشت عددا من الموضوعات والمحاور التي تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، من بينها تعزيز ريادة الأعمال ومستقبل التوظيف، إلى جانب جاهزية الجامعات المصرية في مواكبة التطور التكنولوجي وإعداد وتأهيل الطلاب، طلاب الجامعات وشباب الدارسين والباحثين إلى سوق العمل. كذلك ناقش هذا المنتدى على مدى جلساته احتياجات ومتطلبات سوق العمل ما بعد جائحة كورونا. كذلك حظي هذا المنتدى بمشاركة واسعة من مختلف الجامعات الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فضلا عن الجامعات المصرية سواء كانت أهلية أو خاصة أو حكومية. منذ قليل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تفقد منصة للحوار وريادة الأعمال، شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب، وأجريت معه حوارا داخل هذه المنصة، تحدث خلالها عن أهمية هذه الفعاليات في دعم وتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل. كذلك أقيم على هامش هذا المنتدى معرض ضم العديد من منتجات الجامعات الدولية وكذلك المصرية، إلى جانب الشركات العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي. هذا المعرض على وجه التحديد عمرو شهد إقبالا كبيرا من الزوار أو المشاركين في المنتدى، لا سيما من الشباب، خاصة وأن وزارة التعليم العالي نظمت زيارات ميدانية لمختلف الجامعات المصرية، جاءوا إلى هنا وشاركوا في عدد من الجلسات وتعرفوا على المعروضات داخل هذا المعرض. ومن خلال حوارات أجريتها معهم على مدى اليومين الفائتين، أشادوا بهذا المعرض وأكدوا أنهم على دراية بما تم وبما يجري داخل هذا المعرض وما يحدث من التطور التكنولوجي، وأكدوا استفادتهم بشكل كبير من المعروضات ومن المشاركة بشكل عام في هذا المنتدى. في حقيقة الأمر عمرو، هناك يعني إشادة كبيرة من المشاركين في هذا المنتدى، سواء من أساتذة الجامعات أو الطلاب، بتنظيم هذا المنتدى ووجه الاستفادة الذي عاد على مصر وعلى التعليم العالي والبحث العلمي من خلال استضافة هذا المنتدى. ولعل استضافة العاصمة الإدارية الجديدة لهذا المنتدى الذي يتعلق بالبحث العلمي، التعليم العالي والبحث العلمي، خير دليل على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من خلال بناء هذه المدينة، العاصمة الإدارية الجديدة، على أحدث طراز تكنولوجي وغيرها من المدن الذكية التي تم إنشاؤها، كمدينة الجلالة ومدينة العالمين الجديدة وغيرها من المدن الجديدة. وهذا يعكس حرص الدولة المصرية على التحول إلى اتباع التحول الرقمي ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في مختلف دول العالم. على أي حال عمرو، بعد قليل وربما في هذه الأثناء يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو يحضر الجلسة الختامية للمنتدى، يلقي خلالها البيان الختامي وتوصيات المنتدى. مراسل أخبار مصر محمود إسماعيل، كنت معنا مباشرة من مقر انعقاد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، شكرا جزيلا لك. نظمت وزارة الداخلية زيارة ميدانية لعدد من ذوي القدرات الخاصة قادرون باختلاف إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث تم خلال الزيارة التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تنظيم عدد من العروض المتنوعة التي أضفت البهجة والسعادة على قلوب الأطفال. نفسك تبقى ايه يا انس؟ ظبط. ده احنا نتشرف بيك يا انس، هنعمل لك رحله، او ليكوا بقى كلكم نعمل رحله لكليه الشرطه والكليه الحربيه وتشوف، ويبقى يوم نقضيه هناك كلنا. مصر الامل ده مش مجرد شعار لكن حقيقه، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود. أكاديمية الشرطة تحتضن القادرون باختلاف
تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنظيم زيارة لهم للأكاديمية، وهو ما يأتي ترسيخا لمبادئ إنسانية هي سمة الجمهورية الجديدة. عندي أمل فيكم وبيكم، نبني عزيمة وعمل، إيدك في إيدي حبنا تبقى جنة، مش بس غين وده نور جديد بدايته بينا. استقبال كبير وترحيب بهذه الوجوه البريئة التي تعلوها الفرحة وتمتزج بالتحدي. أنا موجود في وسط الخليلي طاولي مجهود، وحظ الحلو أكون بينكم وليا وجود، أنا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان، أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاجة. لقاء اتسم بالدفء والتفاعل مع العروض المتنوعة التي قدمتها لهم الأكاديمية وبالاهتمام الكبير بهم في رحاب أكاديمية الشرطة. عندي أمل فيكم وبيكم، نبني عزيمة وعمل، إيدك في إيدي حبنا تبقى جنة، مش بس غين وده نور جديد بدايته بينا. فخورة ان انا موجودة بجد في بشرطة بلدي، باللي عاملينه النهاردة للولاد، بتكرموا الولاد واهاليهم، كل حد من الامهات فرحان والاهالي. اليوم النهاردة كان يوم رائع، وقد ايه الاولاد انبسطوا جدا جدا زيارة اكاديمية الشرطة. انا مبسوط جدا، شكرا يا ريس، نحبه جدا. كان يوم رائع مع اولادنا فعلا، يعني كانوا مبسوطين جدا وسعداء، مفيش ولد ولا بنت جم النهارده ماشيين في منتهى السعاده. مظاهره احتفاليه بشباب قادرون باختلاف بارض العروض باكاديميه الشرطه، حيث نماذج من معدات وسيارات الشرطه التي اتيحت لهم الفرصه لركوبها الى جوار رجال الشرطه في لوحه جماليه مبهجه. ايدك في ايدي حبنا تبقى جنه، مش بس غين وده نور جديد بدايته بينا. انا موجود، انا وجودي طريق للخير في كل زمان، انا بطولة ومش محتاج عليها نشان، انا الاحساس، انا الطيبة، وصلتي للحقيقة مثال. كابتن خيل وكابتن حصان وبشبكي وعربية سعاف، شفت البوليس يعملين فيه وخدت العربية بالتفاك، كل جميل جدا، مبسوطة جدا. النهاردة يوم جميل قوي قوي قوي، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هم قادرون باختلاف، ينشرون البهجة والفرحة حيثما كانوا. الدولة تهتم بهم وتضعهم في بؤرة اهتمامها، ويرعاهم رئيس الجمهورية، وهو من عكس على الترحيب الكبير بهم داخل أكاديمية الشرطة. سيادة الرئيس ان هو عمل لنا كل الحاجات دي. انا مبسوط ان انا شوفتكم وبحبكم قوي. شكرا سيادة الرئيس. اسلم يا مصري ان انا الفدا، دي ان مدت الدنيا يدا، ابدا لم تستكين يا ابدا، انني ارجو مع اليوم غدا. تحيا مصر، تحيا مصر، شكرا. أنا موجود. أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي اهتمام مصر بالتوسع في جذب الاستثمارات الجديدة في ظل الفرص الاستثمارية والمشروعات الضخمة المتاحة بسوق المصرية في مختلف القطاعات. وخلال استقباله السفير باسل صلاح سفير مصر لدى صربيا،
باحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وفتح أسواق جديدة لمنتجات شركات الإنتاج الحربي بالسوق الصربية، وذلك لدعم الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات، إضافة إلى دفع فرص إقامة شركات ثنائية بين البلدين. كما أعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن ترحيبه باستقبال الشركات الصربية للتعرف على الإمكانات والقدرات التكنولوجية والبشرية والتصنيعية التي تمتلكها ومجالات التعاون المقترحة بين البلدين. تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير ورش عمرات وصيانة جرارات السكك الحديدية إيرماس. شملت جولة وزير النقل تفقد أعمال تطوير واستكمال مشروع السبتية 2 وورش السفح والدهان والعمليات الجديدة والمشروع الخاص بورش الرفع والتركيب والبواجي الجديدة. وخلال الجولة اطلع المهندس كامل الوزير على موقف مشروع التعاون مع إحدى الشركات الأمريكية بهدف عمل العمرات ل 41 جرار وتطوير وتعديل 50 موتور جرار، وكذلك على خطة تدريب وتأهيل العنصر البشري على أحدث النظم التدريبية، حيث أكد وزير النقل ضرورة استمرار هذه الدورات لرفع كفاءة العنصر البشري بالسكك الحديدية في إطار إجراءات الخطة الشاملة التي يتم تطبيقها لتطوير منظومة السكك الحديدية. أكد دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء جاهزية جميع جهات المحافظة للتعامل مع أي أزمات قد تحدث نتيجة لتغيرات الظروف الجوية، كما شدد المحافظ على أهمية إعداد خطط بديلة بالتعاون مع إدارة الأزمات وأن تكون جميع المعدات في حالة استعداد تام. نتابع. للتعامل مع أي أزمات قد تتعرض لها المحافظة نتيجة لتغير الظروف الجوية استعدت شمال سيناء لمواجهة فصل الشتاء. تم توفير السيارات والمعدات اللازمة للتعامل مع تراكمات الأمطار والسيول، مع التأكد من جاهزيتها واستعدادها التام وتوزيعها على مدن المحافظة كافة بالاشتراك مع مجالس المدن على مستوى المحافظة وشركة المياه والصرف الصحي والحماية المدنية. جاهزية صاحبها تجديد بعدم التخلص من مياه الصرف الصحي في مجرى السيل بوادي العريش ليكون جاهزا لمواجهة أي طارئ. نعمل تجارب رئيسية لصالح العناصر كلها لتنفيذ مهام الإنقاذ في حالة الله لا يقدر لو حصل أي أزمات أو كوارث. أنا بأكد في المرحلة الأولى الأيام القادمة أن مصر كلها منظرة بتغيرات كبيرة هيؤدي إلى سقوط كمية كبيرة من الأمطار، فإحنا لازم كلنا كعناصر موجودة نتدرب في داخل أماكن التمركز بتاعتنا عشان خاطر إزاي نواجه هذه الأزمات وهذه الكوارث. وقد تم التأكيد على تجهيز البيانات والمعلومات الخاصة بوحدات الإغاثة والإنقاذ بمجالس المدن ومديريات الخدمات وإعداد كشوف وجداول شاملة لجميع المركبات والمعدات الخاصة بالإغاثة وأماكن وجودها لتوجيهها وقت الحاجة. بأمن نفسي وبأمن مكان الحادث وبعدين بأمن المصاب. لو المصاب أقدر أن أنا أخرجه بخرجه، ما أقدرش أخرجه بستعين بأفراد دفاع المدني الموجودين معايا عشان المصاب يخرج لي. بعد المصاب ما بيخرج لي ببدأ أخده معايا في العربية، عندي تجهيزاتي. إنشاء فرع لجامعة الأزهر سعي تم التأكيد عليه خلال هذا الاجتماع الذي ضم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووفد القافلة الدعوية الإغاثية الممثلة للأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية لنشر الدين الوسطي بين أهالي المحافظة. الاجتماع تم خلاله التأكيد على استمرار توافد العلماء على شمال سيناء دعما لجهود الدولة في نشر الوعي المجتمعي لمواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة، أمر يترافق مع تقديم المساعدات والمواد الإغاثية دعما لأبناء المحافظة وتخفيفا من الأعباء عليهم. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. احتفلت سفارات الهند وبنغلاديش في قصر البارون باليوبيل الذهبي لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، حيث يوافق هذا اليوم اعتراف الهند باستقلال دولة بنغلاديش كدولة مستقلة في العام 1971، وهو ما يجعل السفارتين تحتفلان سنويا بهذه المناسبة من كل عام. تجسيدا للعلاقات الدبلوماسية المتميزة بين الهند وبنغلاديش،
احتضن قصر البارون احتفالية سفارة الهند باليوبيل الذهبي لاستقلال بنغلاديش. الاستقلال أعطى لنا الحق في أن يصبح لنا ملابسنا الخاصة وثقافتنا وعاداتنا ومعتقداتنا، مما دعم هويتنا البنغلاديشية التي نفخر ونعتز بها. جذور التعاون بين مصر والهند وبنغلاديش الممتدة عبر العقود الماضية فتحت آفاقا واسعة للتعاون في مجالات عدة، أبرزها المجالات التكنولوجية وبخاصة مع الجامعات المصرية التكنولوجية الجديدة. في الفترة الأخيرة التطور اللي بيحصل في مصر في المجال التعليمي والتكنولوجي زي ما حضرتك شايف برضو جامعات التكنولوجية الحديثة اللي تم إنشائها برعاية القيادة السياسية واهتمامها ومع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ففي اهتمام في الجانب ده. وزي ما الناس كثيرة ممكن تبقى عارفة إن أيضا الهند في الفترة الأخيرة تقدمت جدا أو ليها سمعتها في المجال التكنولوجي ودول شرق آسيا والمنطقة بما الهند وبنغلاديش والدول المحيطة، فالعلاقات ممكن تكون مهمة جدا بين مصر وبينهم في المجالات دي خصيصا. عندنا منح الهند بصراحة بتوفرها للمصريين المهندسين في مصر بيدرسوا في الهند التكنولوجيا الهندية، في مجال تبادل الثقافة التكنولوجية في مدارس الهند هنا في مصر بتدعمها بأدوات بأجهزة رائعة، في عندنا في منطقة الضبع عندنا حاجات كتير جدا الهند بتقدر توفرها كمنح دراسية للمصريين هنا للاهتمام القيادة السياسية في مصر بدعم تلك الثقافة التكنولوجية الحديثة. حلول اليوبيل الذهبي لاستقلال بنغلاديش باعتراف الهند رسميا بدولة بنغلاديش كدولة مستقلة تأتي تأكيدا على استقرار العلاقات وعمق التعاون بينهما بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه القارة الهندية. أعلن التحالف العربي تدمير 18 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 180 عنصرا من الحوثيين في عمليات استهدفت ميليشيات الحوثي في مأرب والجوف وفي الساحل الغربي لليمن. حررت القوات المشتركة عدة قرى من قبضة ميليشيا الحوثي في محافظة تعز، وأكدت القوات اليمنية السيطرة على جمرك الحوثيين وسط حالة من الانهيار في صفوف الميليشيات، كما خاضت القوات المشتركة معارك عنيفة ضد الحوثيين بمختلف أنواع الأسلحة تكبدت خلالها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح. أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن الرئيس جو بايدن ملتزم بضمان عدم حيازة إيران السلاح النووي، وقالت جين ساكي إنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى لسد أبواب الإيرادات أمام إيران إذا أخفقت الدبلوماسية بشأن برنامجها النووي، مشددة على أن السبيل الوحيد أمام إيران للخروج من دائرة العقوبات هو الامتثال النووي. وأضافت أن الرئيس بايدن طلب من فريقه الاستعداد للتحول إلى خيارات أخرى في حال فشل الدبلوماسية، من بينها فرض مزيد من العقوبات على القطاعات التي تدر عوائد على إيران. أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن محادثاته الأولى مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز أظهرت تطابقا متينا في وجهات النظر وعزما على جعل البلدين يعملان معا. هذا وقد ذكر ماكرون بصورة خاصة مسألة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وصياغة رد مشترك على مسائل الهجرة والعلاقة مع إفريقيا وكذلك مع الصين. جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام غداء عمل مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض طائرات الأمريكية وفرنسية فوق المياه المحايدة باتجاه الحدود الروسية قبل تغيير مسارها، مشيرة إلى أنه لم يحدث أي انتهاك للحدود. وبثت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا للحادث وأوضحت أنها أرسلت 3 طائرات مقاتلة من طراز سوخوي 27 لمرافقة عدة طائرات عسكرية أمريكية وفرنسية في البحر الأسود، وشملت مجموعة الطائرات التي تم اعتراضها طائرتين مقاتلتين فرنسيتين وطائرتي استطلاع أمريكيتين وطائرة فرنسية للتزود بالوقود. اقتربت الولايات المتحدة خطوة على طريق استلام جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس الذي نشر وثائق سرية، ويأتي هذا بعد أن ألغت محكمة لندن العليا حكما سابقا
رفض تسليم أسانج للولايات المتحدة بعد أن تقدمت الأخيرة باستئناف، وبات من الممكن أن يسلم أسانج للولايات المتحدة بعد أن يبت القضاء البريطاني في هذا الشأن من جديد. تسلم الفائزان بجائزة نوبل للسلام ماريا ريسا وديمتري موراتوف الجائزة تقديرا لجهودهما في الكفاح من أجل حرية التعبير في الفلبين وروسيا. جاء تسليم الجائزة في حفل أقيم في أوسلو بالنرويج مع حضور قليل نظرا للقيود التي فرضتها الحكومة بسبب فيروس كورونا. وكان المنظمون في السويد قد ألغوا مراسم تسليم الجائزة من خلال الحضور الشخصي في سبتمبر للعام الثاني على التوالي. وتلقى الفائزون بجوائز نوبل في الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد لعام 2021 الشهادات والأوسمة في بلدانهم، في حين ألقيت الكلمات التقليدية في هذه المناسبة عبر الإنترنت. الخامسة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. في تهنئته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرب عن أمنياته لشعب العراق بالسلام والأمن. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، مصر ترسل قافلة طبية إلى جنوب السودان لتقديم الخدمات الإغاثية للمتضررين جراء السيول والفيضانات. مسبير.eg عنواننا الإلكتروني. شكرا وإلى اللقاء. في أمان الله.